اهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا منتظرين ليس كل ما يعرف يقال. طب كل اللي تعرف انه مفيش حاجه اتحصلت، هل لسه في حاجه ما اتقالتش؟ ده الجواب من المهندس احمد مجاهد ومن المهندس هاني ابو ريده، وما زلنا بنؤكد انه حق الاهلي المشروع لابد فعلا انه يتم الاستجابه له يا باشمهندس، ولابد ان هذا الصوت يصل الى دوائر الاتحاد الدولي كلها. الوقت ضيق جدا، اذا لم تظهر بارقه لهذا الامر خلال ايام مش عارف ايه المعجزه اللي ممكن تحصل. لكن حتى لو جت لنا اللعيبه لن تيجي في في لو في حل، يعني ما هو ما فيش الا حل الا تاجيل البطوله ايام، ما فيش لا اكتر يعني مش اقل من اسبوع عشان لعيبتك ما تجيش. يعني يا اخوانا احنا رجعنا بعد البطوله العربيه شفنا ايه اللي حصل في الدوري المحلي. الاداء بتتنقل من مناخ لمناخ ومن جهاز لجهاز ومن اسلوب لعب لاسلوب لعب ومن دوافع لدوافع، محتاج وقت، محتاج ما تقوليش انا بعت لك اللعيب وخلاص. اذا كنا بنحل فني يعني، وهالمساله احنا بنتكلم في بعدها الفني. بعدها الفني اذا اردنا ان يحسن ممثل افريقيا تمثيل افريقيا وتمثيل مصر لازم ياخد حقه الكامل في الذهاب مكتملا وبفطرة كافية تسمح له بالإعداد الجيد. ده الكرة دلوقتي في ملعب الاتحاد الدولي ويمثله في مصر المهندس هاني أبو ريدة، وفي الاتحاد المصري لأن النادي الأهلي بيمثل الاتحاد المصري ومسؤوله المهندس أحمد مجاهد لغاية 5 يناير انتخاب اتحاد جديد، ثم متسبي رئيس الاتحاد الأفريقي لأنه النادي الأهلي بطل القارة. دول الثلاثة الأطراف المعنيين بالقضية دلوقتي. لكن فكرة ان الناس تقترح او تعتقد ان الاهلي ممكن ينسحب، لا يمكن ان ينسحب. الاهلي ممكن يشارك بدون 9 لاعبين، لا يمكن، لا هو ولا غيره يقدر حتى من الناحية القانونية ان يبقى محروم من 9 لعيبة وبعد كده الناس تتكلم على المستوى والاداء والنتائج. بغير عن رب لا حدش ابدا يعمل كده. لا قدر الله اذا كان في اصابات، لو كان في هلعب بعناصر يعني حتى ممكن تصاب. يعني ايه البديل وايه الحل؟ وطرح ان انا كاتحاد دولي أدي الفرصة للأندية في كأس العالم تقيد لاعبيها قبل المباراة ب 48 ساعة، ده مش حل. لأنه طب وماذا لو تأهل المنتخبات الأربعة؟ هعمل إيه؟ ما أنا هضطر قبل مباراة مونتيري أسجل العناصر المتاحة اللي عندي، منقوص من 9 لعيبة أساسية. بقول لكم مش هستفيد حاجة من القرار. الأندية الأوروبية اللي منها لاعب أو اتنين ضغطت بحيث تغير وتلعب في الأجندة الدولية عشان تحتفظ بلاعيبتها لغاية آخر مدى ممكن، وانت بتتكلم على 9 لعيبة، أمر لا يمكن الاستهانة به ولا يمكن القبول بأنه الأهلي يحرم من أي واحد من حقه يستعين به. الأهلي بيختتم عام 2020 بتتويج زي ما قلت لكم قياسي، النادي الوحيد في القارة اللي بيحرز لقب السوبر مرتين في السنة. هنشوف في هذا التقرير عن الأهلي السوبر بالإضافة برضو إلى بطولة الأبطال، دوري أبطال أفريقيا. ما هو يعني لا خد السوبر باعتباره دوري أفريقيا دوري الأبطال. نشوف هذا التقرير. النادي الأهلي قلعة البطولات وتاريخ مرصع بالإنجازات على مستوى كافة الرياضات، تاريخ يمتد لقرابة 114 عاما منذ تأسيسه عام 1907. يعد النادي الأهلي أكبر الأندية في العالم تحقيقا للبطولات القارية والمحلية خاصة في كرة القدم، ينافس أكبر الأندية العالمية في حصد الألقاب والوقوف على منصات التتويج. إنجازات حققتها القلعة الحمراء تحت شعار الالتزام وانتهاج المبادئ والقيم التي تتوارثها أجيال وراء أجيال. النادي الأهلي أجيال بتسلم بعض، والأجيال لما يكون فيها عظمة روادنا اللي موجودين فيها، ناس بتحب النادي وأعضاء في النادي زي حضراتكم، ما تقلقوش النادي الأهلي إن شاء الله هيبقى النادي الأهلي طول ما هو ده الشعار بتاعه. رموز عدة ونجوم تلألأت في سماء القلعة الحمراء على مدار تاريخها، سطرت اسمها بأحرف من ذهب في سجلات الرياضة المحلية والقارية والعالمية، سواء كلاعبين أو قيادات بالنادي كصالح سليم وحسن حمدي ومحمود الخطيب وغيرهم الكثيرون. لكن الصبغة الأساسية لوصول النادي للعالمية هي العمل الجماعي.
اي عمل بيبقى بيتطلب نظام بتمشي عليه، قواعد بتسير عليها عبر تاريخ النادي الاهلي، بيهتم جدا بالشكل ده، واعتقد ان دي اللي بتجيب البطولات. يعني مهم جدا ان انت تلعب بشكل جماعي، مهم جدا ان نروح العمل الجماعي. اعتقد من بدايه الاهلي من سنه 1907 حتى تاريخه، يعني ده كان الشعار الدائم، وبعديها بتتبعها البطولات. النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، قيمه ثقافيه وتراثيه وحضاريه وحاجات كتير جدا في تاريخ الكره المصريه وفي العالم عامه، مؤسسه كبيره جدا على الصعيد الاقتصادي والرياضي والانساني وكل شيء. كفايه البسمه اللي انت كنادي اهلي بتدخلها على جمهور ومحبين، مش عايز منه حاجه غير ان هو يفرحه بس. شعبية كبرى يحظى بها الأهلي على المستوى المحلي والعربي والإفريقي، هي علاقة عشق تلك التي تربط النادي بالملايين من محبيه، بفضل ما يحققه من إنجازات وبطولات ترسم البسمة على وجوههم. طيب، ده تقرير بيدي لك قيمة هذا التتويج، لكن ده تقرير احنا عاملينه او عاملاه البي ان، او انا عايز اعرف رأي المنافسين في هذا التتويج وفي النادي الاهلي بشكل عام. طيب، هي دي بقى القيمه العربيه بتاعت النادي الاهلي، وده تاثيره في محيطه. لما تسمعوا اصوات للاشقاء التوانسه تحديدا في كلامهم عن النادي الاهلي، اعتقد شيء رائع جدا. وليد قرفاله في راديو تونس، لماذا الاهلي بالذات؟ نشوف عليه. وتقاليد التتويج، لماذا الاهلي بالذات؟ امان قل اي حاجه الا موضوع الميزانيه. لماذا الاهلي عنده تقاليد التتويج؟ خاطر الاهلي تحب ولا تكره، اليوم كيان، اليوم خليه يتنحل، الناس تخدم، فما هيكله واضحه كي نشوف عدد العباد والناس اللي يخدموا. خلي ما نحكيوش، خلينا نحكيو في حاجه اللي تهمنا برك، الجانب الاعلامي. خويا انت اكيد عندك فكره على اليوم قديش من الجانب الاعلامي، قديش الفريق الاعلامي نتاع الاهلي، فما من شاب وشاب يخدموا في الفريق هذا. من الجانب الاعلامي تنجم تفهم كل شيء. ليه شو خلينا من شو فريق اوروبي في افريقيا، فريق اوروبي في افريقيا، وراهو كي نحكيو توا حتى تشامبيونز ليغ، حتى تشامبيونز ليغ بصراحه معناتها كي نحكيو خلينا ريقله. الاهلي نورمالمون ملي داخل باش يهز، ما فماش المنافسه كي نحكيو امكانيات بشريه. الاهلي المصري قبل ما تبدا اي نسخه نتاع تشامبيونز ليغ هو المتوج الى ان ياتي ما يخالف ذلك. ياتي ما يخالف ذلك. تقول لي انت الجانب المالي، اكيد إيه علاش المالي علاش بخلاف الجانب المالي. اوكي عون برشا، لكن ثم تقاليد، ثم هيك هاني باش نعطيك اكثر الفكره شنو هي بالضبط. ثم التقاليد نتاع التتويج اللي تخلي الفريق هذايا مستحيل يهبط يده. البارح طريقه التتويج، التعديل في اخر دقيقه، مش كان مباراة عديد من التتويجات في السنوات الأخيرة، فريق 90 وبراتيكمون عمره ما يخسر ركلات جزاء. يعني ثم نوع من العقلية، من الكولتور، من ليدونتيتي اللي قاعدة تتوارث من جيل إلى جيل. والبارح أنا تفرجت في ميدو مثلا تحدث عن الموضوع هذا، ميدو تسائل لماذا الأهلي وليس زمالك، لماذا الأهلي وليس مازنبي، لماذا الأهلي وليس الترجي وليس الوداد وليس الرجاء. فما حاجة سبيسيال عند الأهلي، فما حاجة يقولوها الاهلي، وكلمه معروفه حسين يسرقوا تيتر ويف، يقول لك روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء ما يسلموش. ريت انا ناكد لك جماهير الاهلي البارح في وقت من الاوقات، صحيح خايفه لكن تعرف انه في كل وقت التاريخ صحيح. جماهير 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 الرجاء، جماهير الرجاء فريقها رابح وماشي للتيتر، وفي نفس الوقت عارفه انه في كل وقت على خاطر الاهلي كان جات اي فريق اخر. يا اخي احنا خلينا نذكرك بالتجارب التونسيه نتاعنا في السي اس اس هذيك الدقيقه 94، الترجي دومي فينال 2003 2002 ولا 2001 2001 دومي فينال اي سيد الترجي رابح، سيد عبد الحفيظ، عبد الحفيظ قبل ربما 10 متعب كوب دلاكاف 95 زاد مره ضد في 2013 ضد اورلاندو. الفريق هذا الاجيال توارث التقاليد، فما الاديان نتاع التتويج. الناس دي بتتكلم عن الاهلي بقناعه، وقال لك ما تفهمنيش وما تناقشنيش، تحب تكره، هو ده الاهلي، نادي اوروبي موجود في هذه المنطقه، يدار بعقليه ونظام ومؤسسيه، ولديه كل العناصر التي تدفعه الى تحقيق هذه الانجازات، وفي الآخر مغلفة بما يسمى روح النادي الأهلي والدقيقة 90 أمام الترجي، أمام
اورلاندو قبل كده امام الرجاء امام ويعدد وصفاقسي ويعدد. ولما تبقى دي ثقافه عندك تقدر توصلها من خلال ادائك ان تبقى قناعه لدى المنافس. طبعا الاخوه في توانسة يعتبرون ان هم المنافسين للكره المصريه وخصوصا في الانديه، ان لا ينافس الاهلي الا الانديه من وجهه نظرهم يعني التونسيه وترجي تحديدا. فهذا التقدير تلمسه، ولكن ماذا يعني بالك يا باشمهندس؟ يعني اما يجي المذيع يقول له ايه الاهلي وتقاليد التتويج، لا يتحدث لحظه لماذا الاهلي بالذات؟ قل اي شيء ولا تحدثني عن الميزانيه. ما لهاش دعوه بالامكانيات الماديه، لان فيما سبق ما كانش الامكانيات الماديه ولا حاجه بهذا المنظر. لكن هي ثقافه، هي مكانه، هي حاجه في العمل المؤسسي بما يشبه الجينات، ثابت وراسخ رسوخ بيتم توارثه. ناخد الموديل بتاع الاهلي وكانه نادي اوروبي في ارض افريقيا.